أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
يا أيها الناس فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا وترى الأرض هامدة فإذا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا
هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد Yeah.
خير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وذوقوا عذاب الحريق يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ومن يرد فيه بإلحاد من
بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي صدق الله العظيم.